السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورة المحمد کا ایپیسوڈ نمبر 2 پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ لَقِيتُمُ الَّذِينَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
رقاب، رقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا حتى إذا أثخنتموهم أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا فإما منّا بعد فإما منّا بعد وإما فإما منّا بعد وإما فداءً فداءً فإما منّا بعد وإما فداءً حتى فإما منّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب فإما منّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها فإما منّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها